صباح الفل يا ست الكل. صباح الفل يا ست الكل. ايوه يا باشا طلباتك جايه لك اهو. عينيا يا عيد يا كل يوم تحت امرك. شغلنا اصلا اخرت يا بنت. المصدق بتاع الفول كان عليه زحمه تحت الصبحيه دي يا مهندس. طيب يا اختي مد ايديك يا بنت يا ست الحار. يعني مش عارف الواحد نفسه مطبوحه قوي الاكل في العيش. هو انت نفسك بتتسد ابدا؟ انت بتقولي يا بنت؟ لا ولا حاجه يا معلم، دي بتقول ربنا يفتح نفسك كمان وكمان. مين كده يا ريش؟ حاضر. ومين الطبجي؟ حاضر. اتفضل يا معلم. مين زاد الحار؟ اهو يا عم. بيت. زيت الحار ده بقى بيبني المعدة قوي. زبط. بقول ايه يا سيكوا؟ ايه فيه؟ كنت عاوز 10 جنيه. ايه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ هشتري زبدة واسيح. اصل ام الخيل بتاعت الزبدة هتفوت النهاردة. زبدة؟ ادي اللي انتوا بايعين فيه. كله هات هات هات. بحر ما بينتهيش. ربنا يخليك لينا يا اخويا. طيب يا اختي اسمعي بنت. نعم يا عم. تروحي للمعلم رزق تجيبي منه راس بتيلو. عايز اكل لحمه راس. حاضر يا معلم. وعايز فته معتبره من عينيا الاثنين يا معلم. وخدي العشرة جنيه بتوع الزبده. ربنا يخليك لنا. خدي يا بنتي عشان تجيب الراس البتل. مش لما يتكشف الاول اكون خلصت الهم اللي انا فيه. يا ساتر يا رب، الواحده ما بتصدق يخرج. معلش يا بنتي، الامر لصاحب الامر. ما هي اما اروح اصحي اخواتك عشان يفطروا. والله يا نينا انا ما انا عارفه انت ضايقه الراجل ده ازاي. ده انتيكا. ما انت عارفه يا دندش يا بنتي، أنا رضيت بده كله عشانك أنت. أبوك الله يرحمه مات وسابنا أنا وأنت لوحدينا، لا ورانا ولا قدامنا. الحمد لله إنه رضي يتجوزني يا بنتي، أنا دخلانه بيكي. هي بشوية يا دندش، الحق مش عليك، الحق على أبويا اللي مات وسابنا ملناش حد، سابنا الناس تاكل فينا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا بنتي. حد يقول كده برضه؟ ده انت بكره تبقي عالي العيال، تتجوزي ويبقى لك بيت. آخرة الصبر خير يا دنار.
دور يا ساعة كبير. تمام يا بيه؟ حاسب عقدنا في الموتور؟ ايوه يا بيه. وجهات متين كله تمام. برامج رجعت عليها كويس؟ فل الفل. ما تخلي يا بيه هتصلح لنا ببلاش؟ يعني الحكايه مش مستاهله، وبعدين معيش فك. تشكر يا بيه. مع السلامه يا بيه. ابيض عاجبني الواد. سيبك من الشحم والزفت اللي على وشه، لو استحمى ولبس ما تفرقوش عن اي بيه. واهم من ده وده صفحته نظيفه، صاغ سليم، لا سوابق ولا جنح. بس ده يستاهل انك تجي له حاره من جوه حاره سعاده البيه. وماله يا خليل، ما هم دول ادواتنا، لازم الاقيهم بعين خبيره على الفرازه. تمام زي مكتشف النجوم في هوليوود. جوزمي بيسلم عليك وبيقول لك عايز راس بتلو. قتل جوزمك وعينيا اللي بتلي ايه؟ تسلم عينيك. قلبي في الراس كده. اخويا قال لي بنت انا ما فهمش في الحاجات دي. بصراحه بقى لو كنت قلبت كنت زعلت. لكن انا ما نقلتيش الا اجدح حاجه. يا اجدح حاجه. خلصني عايزه امشي. مستعجله. مستعجله على ايه؟ ده حتى الشارع يحب الملغيه. هيقول لي ملغيه عايز كام؟ اللي تدفعيه. اللي تقول عليه. 3 جنيه. طيب اوضبها لي. اوضبها لي. ده 12 عم جيت. يا هلا مالك تنحت كده ليه؟ لا بشوف فلقة القمر بتشتري ايه؟ كرشة. ايوه انا يسهل لك اصلا. عندك كرش؟ نعم. عندك؟ متشكرين. لا متشكرين ليه؟ الناس لبعضها، وبعدين يعني الشيله تقيل على قلبك. انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ لا 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 انت فهمتني غلط. انا مش قصدي، مش قصدي عاكس. لا انا مش بتاع كلام من ده. انا حتى هنا في الحاره معروف ان انا في حالي. ده حتى امي. ده هيحكي لي على امي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما كنتش هتوريني عرض كتافك؟ هقول لامك. انتيكه. انتيكه؟ انا انتيكه؟ حلوه انتيكه دي. ايه؟ ايه؟ كبستك فرنسويه الحرف؟ جابتك مارشينيل؟ اخرس انت، ليكش دعوه بالحاجات دي. عم انت مالك تشيل ولا ما تشيلش؟ يلا تقول هات مفتاح 12. انت عارف لو كنت طلبت مفتاح 13 كان ربنا كرمك. خسارتك كاستمرت. اديله. يا نينا يا نينا. ايه اللي بندش؟ فين ابن الزبور الجاي؟ انا عندك يا بنت. ابدا مش موجود. ايه؟ انا تحطها يا اختي. سلامة الشوق. اهي يا دندش. اه صحيح، ده انا عينيا بقت انتيكة. اصلي ملحومة في لحمة الراس دي. هي لسه ما استوتش؟ لسه يا نينا. طيب اعملي لك همة شوية. انت عارفة ان عمك بيرجع جعان. بيرجع جعان؟ ده بيرجع فجعان. بس المهم انت شد حيلك وخلصي. يوه وانا هعمل ايه يا نينا؟ هو انا من النار. عاوز حتة لحم. لحمة ايه دي؟ لسه ما استويتش. ومات برضه عاوز حتة. بس يا واد استنى لما يجي ابوك تاكل معاه. ماليش دعوة. عاوز حتة. يا واد احرق نفسك في النار. ده نعم. الشحن ده باين عمك ايه؟ حاضر. ايه يا بنت ده؟ ايه يا عم؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ده منديل جديد. اصلي جبت 2 النهارده، واحد لها وواحد ليا انا كمان. وجوع يا جوع. ادي اللي انتوا فرحين فيه. خابين بيت انت وبنتك. واحنا لينا مين غيرك؟ ربنا يخليك ويرزقك برزقنا ويوسع عليك كمان وكمان. ايوه يا اختي، كل ده عادي حلاوه. لا حلاوة ولا بقلاوة يا فتوح. ربنا يسترها معاك. زي ما يكون شحاتين على باب السيدة. انت بتقولي ايه يا
بقول امين. امي بتدعي لك وانا وراها بقول امين. جهزت الاكل وجبت الطرشي؟ اهو الطرش يا عمي. طب يلا حضري الاكل حالا. الاكل لسه عليه شويه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني لسه ما استواش. ما استواش يعني ايه؟ امال حضرتك بتعملي ايه هنا؟ حالا يا معلم. حالا يعني ايه؟ انا بقول اجي الاقي الاكل جاهز. معلش يا معلم. معلش؟ طب انا هطبقها على دماغك انت وبنتك. انت بنت بتبصي لي كده ليه؟ ما ببصش. ناقص تبصي. ما تيجي تاخدي لي كلمين. وانا عملت لك حاجه يا عمي؟ انت سبب كل البلاوي. دي دندش بتشتغل طول النهار، ما بتقعدش على حيلها ابدا. اخرسي انت. حاضر. اجري يا بنت، روحي شوفي الاكل استوى ولا لا. خدي تعالي هنا. انت بتشرحيني؟ ما اقصدش يا عمي. اسمعي، انا ما حدش طمر عليا في البيت ده. انا باكلكوا وتشوحيني وحط امك. يا اهلا يا اهلا يا الف مره. اهلا وسهلا اللي مؤاخذه زيك. اهلا. اتنين عصير قوام عم نجيب. لا معلش يا اسطى، احنا مستعجلين. لا اتفضلي. معلش يا اخويا، احنا تعبينك معانا. لا لا لا، تعبيني ازاي؟ بقى ده كلام تقوليه برضه؟ ده الخير خيركم. وبعدين يعني اللص المرحوم الله يرحمه هو اللي معلمني الصنعه، وكتر الف خيركم اتنزلتولي عن عقد ايجار الورشه. يخليك لينا ويحفظك من كل سوء. انا متاسف قوي، انا كنت جايلك بكره الصبح، بس معلش صدقيني ولا ايه يا عم جيل؟ تمام. يا اخويا ده مش الزام، ده شيء منك. ده ازاي بقى؟ شيء مني ازاي؟ استغفر الله العظيم. شادين في رقبتي العمر كله. الله يخليك، ربنا يخليك لينا. فوتكم بعافية. بالسلامة أختي. يلا يا بنت. سلام. ألف سلام. ربنا يكرمك يا أستاذ، طول عمرك تفصيل. ده واجب يا عم جميل. الناس دي لحم كتافنا من خير جوزها، وبعدين ما حدش عارف الرزق رزق مين. فور فور في الموتور، يلا فور يا اسطى فور. فور في الموتور. بنت يا دندش! انت يا بنت! نعم يا عم. روحي الخواجة من خالي، قولي له المعلم كوع بيمسي وبيقول لك عايز نص طاف يا معطابة، وخدي اديله 75 قرش دول. نعم. بقول لك اديله 75 قرش دول. مش قصدي. امال قصدك ايه؟ انا ما يلا يا بنت اختفي رجلك بسرعه. يا نينا انا كبرت، مش معقول هخش خمامير. لا اصحي، انا مفيش حد في البيت ده يخالف كلامي. كلمتي امر. وروحي بنت في 60 ده يا تيم خمره. ده مش هروح. لا مش رايحه. ايه؟ البنت بتقول مش رايحه. هدي خلقك بس يا اخوي، هدي نفسك. البنت بتقول لا. بنت كبر على شان انت وهي. ابدا. محدش يقدر يقول لك لا ابدا. دي بتقول لك لا يعني طبعا رايحه. يلا يا بنتي، يلا يا بنتي. انت بتتعايد عليها؟ لا يا اختي، تعالي يا بنت، تعالي هنا يا بنت، تعالي هنا بقى. انا مش هضربك. الله يسترها معاك. ويسترها معاك يا اختي. انا بقى مش هضربك، انا بس هتبعك. يا لهوي، يا ريت تذبحني، يا ريت تذبحني، اخلص من العيشه دي. اخذي الشيطان يا بنتي عشان خاطري. طب عليا الطلاق من امك ان ما رحت يا دندش. ده فين في الحال؟ يلا روحي يا بنتي، انا في عرضك. حاضر حاضر يا نينا، هروح. ورجلي في رقبتك. ورجلي في رقبتك. يا نعم. هات نص بالا يا خواجه. بالا؟ ايه بالا دي؟ بالا اللي بيشتريه جوز امي. ما عنديش بالا. بالا اللي النص ب 75 قرش اللي بيشربوه الناس الناقصين دول. اه فين البيت؟
فلوس. اتفضل. واخد نص دافيه مش بلا. يا اخويا ناس. هقول لك ايه يا جميل؟ اهدى بتكلمني؟ هو في جميل غيرك انت؟ ده انت احلى من مخالي. عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ تقعدي معانا هنا حتى نقعد في الخمره وما تحلوش الا باللمه. خيالك يا ما تتحمل. هو جميل لسانه طويل ليه؟ اوعى كده. هنعمل ايه يا قمر؟ يا قمر ارفع طرف. يا اخويا يا انا بس ما يشتغلش كده. احنا هنا في مكان محترم، احنا في خماره. هنفضل قاعدين هنا لامتى يا اسطى؟ زهقت ولا ايه يا عبد الجليل؟ لا ما زهقتش، بس انا كده متكتك من البرد. برد ايه؟ الدنيا حر يا ابني. انا متكتك من الحر. عايز اشوف يا عبد الجليل، عايز اشوفك. انا ذنبي ايه بس يا اسطى؟ بجد مش صبي؟ ايوه صبي، بس انا بشتغل عندك صبي ميكانيكي مش صبي غرام. طيب بطل لماض. اصل انا عايز اروح، عايز انام. لا وام كده هتستعوقني. مش عيب لما راجل بالشنب بيقول امي هتستعوقني؟ اولا بقى انا ماليش شنب، ثانيا بقى عيب عليك راجل طويل عجيب كده يبحلق في شبابيك الناس. طب اعمل ايه يا عبد الجليل؟ البنت راكبه في نفوخي ومش عايزه تنزل. طب هي راكبه في نفوخك، انا بقى عايز اعرف اروح امتى. اما يجي الفرج. والفرج هيجي ازاي ان شاء الله؟ يا اما تنزل تجيب حاجه من السوق يا تبص من الشباك وابقى اشوفها واروح. طبعا. طب رش بقى شايات وسجاير عشان القعده تحلو. انت يا ابني ما انت دلوقتي شارب خمس سجاير وشاي. يعني ايه؟ مش هترش؟ لا مش هرش. طب سلام عليكم. اقعد يا عم جيت. بالرش. كله بالرش. ها اقعد بالرش. اتفضل. لا معلش بقى العلبه كلها عشان نقعد بمزاج. سقف بقى واطلب الشايات. ايوه جاي. يا نعم. هات شاي هنا. واحد يا مظبوط. ده انا غرقت الشوشت يا عم جيل. ما غرقتها دي جت فوق دماغي انا. بص يا اسطى مرسي. تعال قربنا نروح. ده مش هي، ده جوز امها. بس طب وبعدين؟ ولا قبلين. ظهر ليلتك كوب يا ابوز الاخص. يا عم حل عن سمايا بقى. الله حل عن سمايا يابا. انا مالي انا بدندش ولا مندش. عاشوري يا اما انت يا وليا. يا وليا. ايوه يا اسطى. بقولي ايه؟ نعم يا سيدي. بصحي. قومي. اقوم اروح فين بس يا سيكوه؟ ما انا حضرت لك كل حاجه. انا عارف انك حضرتلي كل حاجه. امال عايز ايه بس؟ عايز ايه؟ عايز اللي عايزه. وانا عايزه انام، تصبح على خير. انت مدندن مدندن شويه. يا راجل حرام عليك، ده انا طول النهار شقيانه في البيت والولاد. طب يا اختي خلدي. وانت من اهله. ايه الفرامل كمان عجيب؟ لا معلش بقى، ما علينا من الفرامل دلوقتي. في لا في ايه؟ اهرش انا اقول لك على حاجه هتبسطك، حاجه هتخليك بقى تطير من الفرح. يبقى لازم انت بقى. ايوه صح شفتها. ايوه فين؟ ايه؟ لا اهرش الاول انا اقول لك. طب خد اهرش. عند العطار. بجد؟ اه بجد. امال ايه؟ طب انا بقى رايح. خد شيك دول. ايه؟ لا مش رايح. مش رايح؟ ايه مالك؟ لبشت ليه كده؟ ما تروح. لا لا
خايف معقوله يا دين النبي؟ لسه مرسي العاي اجدع شبان الحته يخاف يعني؟ مش خايف خايف لا يعني مش عايزه تفتكر ان انا بعكسها لا سمح الله كده ولا كده. تظن يعني ان انا زي الاولاد بتوع اليومين دول؟ ما انت قلت لها قبل كده انك مش بتعكسها. هو اللي بيعكس دول انا بعاكس؟ ده شيء في الضمير يا بني ادم. خلاص بقى يا عم انت غلبتني معاك. صاحي لا مقدرش. اسمع عادي يا عبد المجيد. نعم انا عندي بقى حته تين فكره. تمام التمام، فكره ما تخرش الميه. لو اتلعبت صح بقى هقدر اكلمها وتبقى معرفه خير. بقى الفكره دي بقى ان شاء الله هقول لك. خد الجنيه ده. جنيه؟ الله. طب ليه البعزقه دي بقى؟ افهم يا جدع. امسك يا جدع، ده انت زي اخويا. تشكر على كل حال. اصلا شوف بقى، انا عايز منك خدمه صغننه قوي قد كده. والكده بقى مش زي اخوك. لا هتروح لها عند العطار اللي هي عندي دلوقتي. كويس كده؟ كويس. هتقابلها في السكه. تروح واقف مستلوح قصادها ومسبل لها عينيك، والارض احفظي معاليكي، النبي طعم تغلف معاها يعني. هتروح سايباك وماشيه، تروح ماشي وراها. وهتترازل عليها بشويه كلام بايخ من بتوع. هتتضايق هي منك وتتنرفز، هروح انا داخل في الحته دي. هروح راقع جزء لام على بوزك، واحد كده واحد كده. وبالشكل ده تعدي الحكايه على خير. وبالطريقه دي تبقى انت الشجيع، مش كده؟ دي بقى ايه؟ تبقى فرصتي انا بقى اخد وادي معاها. لا يا عم مش لاعب. مش لاعب ده ايه؟ مش لاعب. الله، انا مال انا ومال الحكايات دي؟ ده انا غلبان يا اسطى. يا ابني انت خدت عليك حاجه؟ بس عليا ايه؟ انت مش هتضربني؟ هضربك او انت. لا يا عم مش رايح. طب عليا النعمه بقى، ما دام رخمت كده عم جيت اكون رنك علقه سخنه بجد بقى. الله يا اسطى الظلم ده. هو كده بقى ظلم ظلم بقى. طب خلاص، حتى ابوك ضربني بشويش. عيب، ده انا هبقى حن عليك من امك يا عم جيد. يلا بقى يا عم جيد. طب اروح اهو. طب يلا، البنت هتمشي. يلا ما تخافش يا سيدي، مش هتمشي لسه، العطار بيدقولي على العطاره. طب اتلحلح والله غير. يلا يا عم جيد. فاكرين؟ اميت فلالي. يا ارض احفظي ما عليك، النبي طعم، النبي حلو، النبي جميل. حتى انت كمان يا اللي مش باين من الارض. لا ارض ايه ده، احنا حلوين قوي، ده انا اجدع راجل في الحته. بس عشان مخضوض شويه كاشف في نفسي. نبي طيع، نبي حلو. يا واد امشي يا واد، بطل غلاسه. لا مش غلاسه يا جميل، ده معاكسه بس على بال سبع البرومبا ما يجي. نبي طيع، نبي حلو، نبي جميل. يا واد امشي يا واد، امشي تحت الاذاعه والم عليك الخل. ابو النبي ناظر، النبي طل. شوف اما اقول لك العفاريت. يا جدع انت فين؟ ايه يا ست انت؟ الجدع ده باين عليه متلزق عليها قوي. ايوه ده. يا جدع انت خلص. مش كنت خاف عليها؟ انا ليا بس. انا جالت فين في الحته دي؟ لا تسيبهولي. الجدع ده بقى انا اللي عارف. الضنف اللي زي ده ما ينفعش في حجر الضنف عشان يبطل يعكود الناس، مش كده برضه ولا ايه؟ انا فاهمك كلام بالراحه بس. انت مالك ولا انا بقى؟ اوعى. بس انا كنت بقول لك اوعى. انا كنت بصلح الشكمان عند رست مرسي. شكمان مين يا جدع؟ يلا شوف لك هي. يلا لا لا هي يا اسطى. انت يلا 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 انت يلا 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 اللي متشكر على الخمس دقايق اللي عمري ما هنساهم دول. هشوفك امتى؟ تشوف مين؟ لا هنا عشان ما ركبت معاك، خلاص هتصاحبني. اجدع خف الدم في الدنيا. معلش كل حاجه بتاخد وقتها. شلتون بحنا يا معلم كوة راكب معاه؟ قلبت الحته من اولها لاخرها. ده البنت المفعوصه دي يطلع منها ده كله؟ ده اللي حصل وشرفك يا معلم. طيب
طيب يا دندش يا بنت ام دندش. تعملين ايه بقى؟ يا ده بدل ما تأدبيها، بدل ما تربيها. حاضر هربيها هأدبها. انت وبنتك محتاجين تربية. بس بس زول، لو كنت خليتني كملت عليه ما كنت ده بقى علق، كنت اشتغلت وحيشتك معايا بدل اللقمه اللي مغمسها بالذل دي. يا عم جيل، ايه؟ ايه اللي عمل فيك ده كله؟ ايش ايه؟ ما انتش عارف مين اللي عمل فيا ده كله؟ كل ده عشان العلقه البسيطه اللي كلتها. يا سلام، كل ده وبسيطه؟ طيب اخي عليا يا عم جيل، معلش انا ما كنتش عارف الحكايه هتقلب بجد كده. تقول لي مش هيجرى لك حاجة، قلم كده وقلم كده. طب أصلا مرس، أنا الحق عليا. معلش. كنت أخلصه منك؟ استنى بس. عشان تبطل تعاكس بنات الناس. يلا يلا، لم العدة وقفل الدكانة، خلينا نروح بدري. كمان هلم العدة؟ أنت هاد أنت اللي اسمك مرسي. ودى إيه؟ عيب يا أسطى. عيب؟ أنت تعرف أنت العيب؟ إزاي هتاخد البنت بنت مراتي معاك في العربية؟ انت ايه ما بينك وبينها؟ اول حاجة ما يصحش انك تكلمني بالطريقة دي، تاني حاجة انا بقى مش هكلمك، انا هربيك. ما تكلمني عدل يا اسطى. انت قاعد بتمسكيني؟ ايه يا اسطى ما يصحش اللي تعمله ده، وحصل ايه؟ انت فاهم غلط. الله، اولا ان انا وش الحاجات دي ولا البنت وش الحاجات دي؟ انا بقى هخرب بيتك، انا هوريك. انت هتنسي انك انت قاعد في ملكي يا ولا؟ عوالة يا اسطى؟ ما تفوق انت بتتكلم مع الناس. انا فايق اكتر من 10 زيك. انت ناسي ولا انك انت قاعد في الدكانه بتاعتي من البطن؟ عشان كده بقى اذا لعبت بديلك ولا كلمت البت دي تاني انا هطردك في اي لحظه اشاء. هطردك في اي لحظه اشاء. لحظة العشاء. الراجل ده مش احسن اصلا مرسي، نبعد عن الراجل ده الغيتب ده. انا عملت له حاجة يا عبد المجيد. مساء الخير يا هندسة. مساء الفل يا سعد البيه. كويس اني لقيتك قبل ما تقفل. اركب. خير يا سعد البيه. اركب بس. حاضر يا سعد البيه. اقفل انت عم تجيد وروح. حاضر يا اسطى. يا ولية يا ام دندش، يا ام دندش، انت يا ام دندش في حاجه يا اخويا؟ ما تصحي، تعبانه يا سيكو. انت مش تعبانه، انت عجزتي. ما راحت عليك يا وليه قرشانه، انت قرشانه. كبرت وحلمت قوي قوي. زي ما كنتش واخد بالك منها يا زي في حاجة يا سيكون؟ لا أبدا مفيش حاجة. نامي أنت، نامي مش باقي نوم، نامي لحد بعد بكرة. I'm
حاجة يا عمي؟ ايوه عايز. لا 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 مش عايز. عايز ولا مش عايز مش مهم. مش مهم. اجيب لك بسبوسة ايه؟ عشت يا عمي. عشت ليه؟ لازم تاكلي بسبوسة. معلش يا عمي اصل متعشية جامد قبل ما انام. ما هو لازم تاكلي ولازم تعشي جامد وتاكلي كتير كتير قوي. الاكل اكلي والفلوس فلوسي. مش خساره فيك يا دندش. غريبه. هي ايه الغريبه؟ اول مره تقول لي يا دندش من غير يا بنت. لا لا ده انا من هنا ورايح مش هقول لك يا بنت. ده انا كمان هدلعك واقول لك يا دندن يا دندشه يا دنديشو. حلو كده؟ يا سلام. من زمان قوي وانا نفسي تبقى زي ابويا. ابوكي؟ اه ليه؟ ليه؟ ازاي كنت عايش مع الجمال ده كله وانت مش دريان يا كوع؟ بتقول حاجة يا عمي؟ لا بقول عايزة تسامر. طب ما صحيلك نينة تدردش معاها. لا لا نينتي انا عايز ادردش معاك انت يا دندن يا دندن يا دنديشو. طب ما ندردش الصبح يا عمي. اصلا انا ماليش ونيس يا دندش. دندش انت حلوه حلوه قوي. بتقول ايه يا عمي؟ مش معقول الولية القرشانة اللي نايمة في الأوضة اللي هناك دي تخلف لقطة القشطة دي. ده بس من ذوقك يا عمي. لا أبدا مش من ذوقي ده من الوهاب. عمي أبويا أبويا دو لما ينفخك. نام يا ولد نام. دندش يا عمي ما كنتش هتمشي هصحي أمي. انت بتهدديني بامك؟ طز فيك وفي امك. مليون طز بس سيبنا نام. هسيبك بس انا بقى وراكي والزمن طويل يا دندش يا بنت ام دندش. بابا عاوز اشرب يابا. ياك شرومبا نام اتخبت. عندنا هنا في الوكالة تشكيلة من العربيات أمريكاني على ألماني على طلياني ولما جربتك قلت تصلحني عربياتنا كلها ولا إيه؟ ربنا يخليك يا بيه واسترها معاك. أصل أنا أحب أساعد الشبانة قوي صعب عليا خصوصا لما عرفت ورشة يعني مش ماشية قوي. اتفضل اتفضل. وانك بتساعد ارمند الاسره بتاعك هي وبناتها وحضرتك بقى تعرف الحاجات دي كلها منين؟ لا ده انت هتلاقيني اعرف دايما كل حاجه. اتفضل يا شباب. مؤاخذه بقى انا ما بشربش الحاجات دي ولا انا انما بتسلى. حياتك صحيح. خد يا مرسي. ليه بيه؟ عربون لتصليح العربيات. مش لما نبقى نصلحها؟ معلش دار امان. البيت باوق فيا ايه؟ انت عملت له ايه بس يا بنتي؟
حاجه. انت اغلب يا مطلع يا حبيبتي. لا يا اسطى، انت ناوي تعمل لي فيها مجنون دندش ولا ايه؟ ما تيجي يا اسطى تشوف شغلي. دندش ما ظهرتش طول النهار يا عم جيد. انا خايف لا يكون الجدع الاذيه ده اذاها ولا حاجه. كان نفسي اقول لها على في نيتي وفي مرادي. اللي عايز اطمن له صحيح انها تكون بتبادلني نفس الاحساس، عشان انا بقى بعد كده ادخل في الغميه. ايه ده؟ انت ناوي تخش في الغميه اصلا؟ انا طول عمري نفسي اتجوز واحده زي امي، مش بنت كده اي حد يقول لها كلمتين حلوين ما تصدق. وخصوصا اذا كان جدع فرع زيك. ثمانية سلندر وجيت الحق، يعني بنت حلوه حلوه قوي يعني. انا خلاص قررت، هتكل على الله وهتجوز. اتجوز مين؟ انت غبي يالا، هتجوز مين يعني؟ دندش طبعا. طب انت قررت؟ افرض بقى هي ولا اهلها ما قرروش. ايه يعني مش قد المهام مثلا؟ لا ما اقصدش لا سمح الله، بس يعني في الظروف ظروف يعني. افرض يعني حد قايل عليها، حد قاطرها. انت هتخلي الفار يلعب في عب ليه؟ انا بكره خلي امي تتكلم عليها. عليك نور اصلا، ولو انك هتناسب اسفل خلق الله. الله، طب انا مالي وماله؟ ده حيالله جوز امها. على رايك يا اسطى، حيالله جوز امها. الاكل؟ فين الاكل؟ حاضر يا اخويا. دندش تعالي يا بنتي، خد الاكل وديه. حاضر جايه يا هناك. اوان مهمة. طب بس روحي ودي العيش بسرعه لعمك. ما هو اصل اللي هقوله لك ده اهم من كل حاجه. خير يا بنتي؟ في ايه؟ كنت عايزه مفتاح اوضتي. مفتاح ايه؟ ليه؟ اهو عايزه المفتاح وخلاص يا نين. طلب غريب قوي. طب اشمعنى دلوقتي عاوزه لها مفتاح؟ ليه بقى يا نين؟ الله يخليك، عايزه المفتاح. طب انا اجيب لها مفتاح منين دلوقتي بس؟ فين بقيتي ده؟ ودي العيش بسرعة. وين بالعيش ده العصفور وانكش له عيش. وين بالعيش ده العصفور. من أمي أنا هو يا معلم. دي جولها تبديل الكاس. كاس؟ وأنا فتحت الحاجات دي يا معلم؟ ده انا ست مصليه وبتاعت ربنا. الله. طب ما انا كمان بتاع ربنا. ربنا يخسر يا ولية. مش تحسني من لفظك. معلش يا معلم، مش قصدي. ما انا عارف ان مش قصدي. طبعا هتتخمدي دلوقتي. ايوه حنان. طب العين نمو من بدري يا معلم. طيب يا اختي. طيب عايز حاجه مني دلوقتي؟ لا. طيب عايز حاجه من دندش؟ عايز سلامتها. صحة على خير. خير قوي قوي قوي. والنبي العيش ده العصفور. دينو
انا ما يحوشنيش عنك لا باب ولا شباك ولا حتى حيطه مسلحه. تاني عمي. تاني وتالت ورابع. حرام عليك يا عمي. حرام عليك انت يا دهش. ده انا بحسك قوي. انت لسه زعلانه مني عشان ضربتك. انا عمري ما هضربك ابدا يا دهش. مش مهم. امال ايه المهم بس يا دهش؟ المهم تخرج من هنا. الاهم ان احنا نقعد نتسابق مع بعض يا دهش. انا هقول لنيلة بقى. ايه نيلة دي؟ نيلة دي ولا حاجة. انا عارفه. انا هنا كنت موت. انا صاحب الكلمة وانا صاحب التسليم. وانا ضد ايه؟ انا عايزك تسمع كلامي يا دهش. لو سمعت كلامي انا مش هضربك ابدا. لو مسمعتيش هشوف النجوم في عين الظهر. انا بقى عايزه اشوف النجوم في عين الظهر. كده قطعي هشوف انا ولا انت. يا نيلة. اي يا نيلة. يا انا هنا يا دهش. انتي ايوه هي دي اخرتها. دي في حكم بنتك. انا كنت بقدمها وبربيها. حرام عليك. مش خايف على ولادك. اخص عليك. اخص. الله 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 الله. انت هتديني درس في الاخلاق يا ولادي؟ بنتك ناقصه. انت عارف عملت ايه؟ عملت ايه؟ الله مش كانت ماشيه مع راجل وجم قالوا لي؟ مش ده المهم. لا مهم. انا كنت بدبها وبربيها. كتر خيرك. مش عايزين تربيتك. الله الله الله. انت بتكلمك ليه يا ولية انت؟ عايز اشوفك بتعمل اللي بتعمله ده واضرب لك تعظيم سلام. اخلصي اخلصي خالص. خلصت كتير وسكت كتير. مفيش فايده. انت راجل قليل العقل والدين. يا ولية بقى اويك انت وبنتك وبتكلمي. اوينا اوينا. انت بتذلنا باللقمة يا راجل يا قليل العقل. كده طب انا خفت من ساعة ما طلبت قلبي كان قلبي كان ياما. بس اسمعي كلامي عشان خاطري. دي دندش ياما دندش دندش دي تتقل بالذهب. ربنا يا ابني يقدم لك اللي فيه الخير. يا رب يا ابني. يلا يلا سلام. بقول لك ايه؟ نعم. ما تتاخريش انا هستناك في القهوه. قهوه؟ هتستنى اما في القهوه؟ صح لا ما تصحش. طب انا هستناك هنا اما. النادي متاخر عليا بس حاجه متوهش. لا يا اخويا ما تتوهش. ربنا هيتمم بخير ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. تعال هنا راح فين؟ ده انت شربت يا سيكور. هربت هربت بستين داهية. دي بنتي ولازم اتصاحب عليها. طب عليا الطلاق بالتلاتة لو خرجت من الباب ما انت راجعاه ولا ليك عيش معايا. ايه؟ ما تخرجي كده وريني شطارتك. على الاقل ارتاح من نومتك انت كمان. انا واخد منكوا ايه غير تعب القلب؟ كانتك داهيه فيك وبنتك
ايه يا ام؟ مبروك؟ مبروك ايه يا ابني؟ دندش هربت. هربت؟ الخير لسه زي الحال. علي انا مرز لوستا مرز الميكانيكي. انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ اي خدمه يا ميكانيكي؟ خدمة بسيطة أوي. أنا أصلا بوظف زي ما تقول كده. كنت داير على دندش. داير على دندش ولا داير على حل شعرك؟ لا أنا يعني عايز أتجوزها. أنعم وأكرم. دندش يا صاحبي خلعي فكي. ما أنا عارف أمي قالت لي. طب لما أمك قالت لك عايز مني إيه دلوقتي؟ يعني أنا كنت جاي لك عشان نتعاون عشان نلاقيها أو أسألك عن مكانها. قصدي يعني المكان اللي ممكن تكون راحت فيه. راحت في 60 داهية وأنا ما أعرف. أنا ما أعرفش حاجة وما أحبش أعرف حاجة. الله داير ولا مهدد؟ هو دور أنا إزاي أطلع كنت بيها كده؟ طب أنت إيه بس اللي مزعلك مني يا معلم؟ أنا عملت وأنت إيه أنت اللي مزعلني؟ اتفضل يا حبيبي يلا مع السلامة. سخني شويه ميه حط رجليا فيه بينقحوا عليا قوي يا مساعدين. من عينيا يا اخويا. ايه ده؟ ده مين اللي مات من جوه؟ ايوه صحيح ده انا نسيت اقول لك. دي دندش بنت اختي. دندش؟ اللي جابها هنا؟ اصلها هتقعد معانا. هتقعد معانا؟ تقولي لي تخرفي؟ اصل جوز امها راجل وحش، راجل ما يعرفش ربنا، راجل يا ام سعديه انت بتتكلمي في حاجه وانا في حاجه. يا ام سعديه كان على عيني وراسي تقعد معانا. كنت العين بصيره والايد قصيره بنت الناس. يا اخويا لقمه هنيه تكفي 100. 100 ايه و100 ايه؟ هي فين اللقمه الهنيه دي اللي هتكفي 100؟ استغفر الله العظيم. ست عيال ياكلوا الزلط. بشتغل ليل ونهار مش ملاحق عليهم العيش الحاف وتقولي لي لهم هنية. وانا هعمل ايه؟ يعني هتجيني واقول لها امشي؟ ما اعرفش والله. انا قلت اللي عندي وخلاص. ايه يا ام؟ قالت لك يوم ما؟ جوزها رمى عليها يمين ما تخرجش تدور على دندش. وقالت لك دندش راحت فين؟ عند خالتها في الحسنية. طيب وجبت عنوانها؟ ايوه يا ابني اهو. فين؟ طب بس لما اخد نفسي. يلا حظ زفت يا اما حظ زفت. يعني لو كنت رحت قبلها بيوم واحد كان كل شيء انتهى. يا ابني كل شيء نصيب يا حبيبي. انا اللي خايفه عليه دلوقتي لتكون دندش عملت في نفسها حاجه. يا اما ما تقوليش كده يا اما الشر بره وبعيد. دي واخده معاها بوقة هدومها اللي في نيتها تعمل في روحها حاجه كده ولا كده مش هتاخد بوقة هدومها. صحيح يا ابني. يلا يا اما بقى ولا روح انا. يا ابني انا جايه معاك اهو. ولما جات لك راحت فين؟ جه الراجل ابو العيال والظهر الحاله ملطشه معاه شويه. قال كلمتين ما ريحوش دندش. صبحت ما لقيتهاش مش عارفه راحت فين. يا حول الله يا ربي. حبيبتي اختي ابو دندش. ايه اللي جابت بس الراجل رامي عليك يمين الطلاق؟ ما اقدرش ده انا امي. ده راجل مفتري. حبيبتي يا ترى انت فين يا ترى؟ اطمنى يا ام دندش انا حالف عليها البلد لحد ما الاقيها وان شاء الله هلاقيها. ام دندش ام دندش ام دندش مالك يا اخي مالك يا ام دندش.
المكوى دي شقه سته لا يبعتوا مستعجلون. حاضر بسرعه يلا وهات من الزبونه الحساب. نعم شويه ميه عينيا الاثنين. يعني احنا دافعين في الميه فلوس، اشربي زي ما انت عايز، اجيب لك كمان. الله الله الله، مالك يا شاب؟ مالك؟ دخل شوية. اقعد اقعد اقعد. ايه؟ احسن دلوقتي؟ الحمد لله. انت من هنا؟ ما انا بقول كده برضو، عمري ما شفتك في النواحي دي. ما انا مشيت كتير، الصبح ماشي. عن انت؟ ما انت قاعده يا بنتي. يا حسنين يا مكوجي. اهلا يا ست كاتينا. اهلا ايه؟ فين المكوى؟ حالا يا ست كاتينا، اصل اتلخمت شوية. اتلخمت يعني ايه؟ انت مكوجي؟ يعني اتلخمت شوية. الحق. مية بسرعة بسرعة، الشهر هيغمى عليها. مية. تعالى يا ست كاتينا. هي مجهدة شوية. أنا هكتب لها شوية فيتامينات. ميرسي يا دكتور، متشكرة أوي. اتفضل. خير. هتبقى كويسة أوي. ربنا يسترها معاك يا خواجاية. اتفضل يا دكتور. متشكر. انت في امان. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله. نسيت اقول لك، انا كاتينا، كاتينا فلاخوس. لا 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 ما تقوميش، خليكي زي ما انتي، استريحي كده استريحي. انتي طيبه قوي. ميرسي ميرسي. يظهر انك مشيتي كتير وتعبتي شويه. حبيبتي فين عنوان اهلك؟ أهلي ليه؟ علشان أبلغهم يطمنوا عليكي. أنا ما عادش ليا أهلي. بس يا حبيبتي بس. أنا عايزة أمشي. تمشي تروحي فين؟ الدكتور قال لازم تستريحي. أنت ذنبك إيه؟ ذنبي إيه؟ أنت مسلياني يا حبيبتي. زمان كان عندي بنت، لو كانت فضلت عايشة كان زمانها بقت قدك، بس مش بجمالك. ايوه كده اضحكي. كنت طيبه قوي. حالا هعمل لك شويه شوربه تاكلي صوابعك وراها. يا سلام، انت طيبه قوي. جه معاك يا ابني؟ فين يا ابني؟ ده راجل قليل الادب دون. قال ايه حالك؟ ده خرجت بدون اذنه ما ترجعش تاني. وعرف انها جت المستشفى؟ طبعا عارف. أنا النهارده جبت لبس صحيح. وفتح عليا حسه قد كده وأنا لا ليا في الطول ولا في الصحيح. هي زيها دلوقتي. هي كويسة الحمد لله. دندش. عايز أشوف ولادي. عايز أشوف دندش. 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 مالك يا دندش؟ وانا هفضل قاعده عندك كده على طول؟ يا بنتي مش مكلفاني حاجه يا بنتي. انت مسلياني وانساني، ووجودك معايا رد فيا الروح. ورد فيا الروح انا كمان. ده انا يمكن اول مره احس ان انا عايشه. يبقى مفيش داعي ابدا للكلام في الموضوع ده تاني. طب ما اجي اشتغل معاكي في محل الهدوم اللي انت بتشتغلي فيه. يا ستي انت عليكي البيت وانا عليا الشغل بره. طب بس اعمل بلقمتي. ما تقوليش الكلام ده يا دندش، انت في عينيا من جوه. وخديها مني حكمه، النص عمره الاول وحش، ضروري النص التاني يبقى حلو. يا ما انا خايفه افضل حاطه ايدي على خدي، مستنيه النص التاني يجي. ما يجيش.
هنعمل ايه بس؟ لفينا على المستشفيات ولفينا على الانسان، هنلف شوارع مصر شارع شارع. يا عم الوسط احنا بندور على ابره البحر. بس انا قلبي بيقول لي اني هلاقيها برضه عبد الحليم، مش عشاني، عشان امها لو شافتها هترد فيها الروح، هتبقى زي الحصان. نحوسه ربنا يستر على امها يا عبد الحليم. والله يا اسطى انا مستجدعك عشان حركه امها دي، عشان الراجل الناد اللي اتخلى عنها دي. ربك هو اللي بيرزق. انا لو عياها ده هيكلفني من جنيه لألف برضه هدفع. يلا يلا يا عبد الحليم. منك لله يا كوع يا ابن ام كوع، انت اللي خليتنا ندوخ الدوخه دي كلها. يلا بينا اللي فينا لفت دي. يلا عم جيد. مرسي انا مش قلت لك لما احب اعرف اي حاجة اعرفها؟ مع ذلك اي واحد يسأل في الحارة هيقولوا مظبوط. ابي مظبوط. ها لقيتوا البنت يا مرسي؟ لا لسه. حلوة يا مرسي، ان شاء الله هتلوها. خد الفلوس يا مرسي، الناس لبعضيها و مصاريف العلاج كتير. شكرا يا خد الكارت ده فيه عنواني، انا هستناك تجي لي يوم الاحد. انا عايزك ضروري، اوعى تتاخر يا مرسي. لا بيه اتاخر ازاي بيه. سلام عليك. عليك السلام يا بيه. عاوز كده بقيت حياتكم. ايه ده يا رب؟ حاولي يا رب، حاولي الله وجعله خير. مالك يا دندش في ايه؟ حلمت حلم وحشاوي لامي. ما تاخديش في بالك، بس علشان وحشتك. وحشتني قوي، نفسي اشوفها. خايفه. وانا كمان خايفه تروحي تشوفيها، جوزها يأذيكي يحوشك اي حاجه، وانا ما عدتش اقدر استغنى عنك يا دندش يا بنتي. ولا انا يا ست كاتين، انت عوضتيني حنان الام والاب وكل الاهل. على اي حال هشوف ازاي ممكن تشوفي مامتك من غير ما جوزها يعرف مكانك فين، مش احسن؟ انا لما بسمع سيرة جوز امي دي جسمي كله بيقشعر. تاني يلا نامي نامي نامي، تشبعي على خير. الله يرحمك يا ام دندش. الولية ماتت مهورة على بنتها. منك لله يا كوع، ربنا ينتقم منك. معلش ما تزعلش نفسك يا اسطى،
ازاي بس يا عم جيد ما زعلش نفسي والواحد شايف ظلم الانسان لاخيه الانسان؟ طيب ليه؟ احنا مالنا ومال الانسان؟ انت هتصلح الكون. دور الباقي على دندش. نفسي اعطر عليها، نفسي الاقيها اعيشها واهنيها. على الاقل امها كانت نامت مرتاحة البال. ربنا يا سيدي يا قادر يا كريم يلم شمك. نابي دعوتك حلوة يا عبد المجيد. دبات نص جنيه وانا ادعي لك للصبح. يا خيط ليه ودواته؟ اسمع. انت تقفل وانا حلف لفتين على دندش يمكن. مش هتروح لمدبولي بيه؟ صحيح. ولو ان الجدع ده يا اخي انا قلبي كده مش اسطى. خد بالك من شغلك فوق اسطى، ما تضيعش نفسك. جدع يا اسطى. سلام. مع السلامه يا اسطى. ماشي اشرب الشاي. اهلا يا مرسي. خطوة عزيزة، اتفضل. اعملوا حساب الضيوف على الغدا يا جماعة. تعالى يا مرسي. ادخل جوه. اتفضل يا مرسي. اخبار عربيتنا ايه؟ انا قلت للولاد يبعتوها لك. جاتني عربية امبارح. على فكرة نسيت أقول لك، الباقية في حياتك. حياتك الباقية؟ مرسي، بصراحة أنا نظرتي في البني آدم ما بتخيبش أبدا. خسارة شاب عطرة ومفتح زيك ما يستغلش إمكانياته. الحياة فرص. أنا هقدم لك فرصة حياتك. اصلا انا راجل احب اروح لهدفي دغري، ما احبش اللف والدوران. طبعا يا بيه، انت راجل في السوق والسوق يحب الراجل الدغري. وانا لا مؤاخذه اتخلقت احب الراجل الكسيب. ما دام شغلانه الميكانيكا دي مش سالكه معاك قوي، يبقى خيرها في غيرها. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ لا مؤاخذه ساعات البيئه انا لسه ما فهمتش حاجه. مكاسب سخنة. مكسب يوم واحد قد اللي بتعمله في شهر ولا شهرين. مشوار شايل شيلة توصلها وبس. مخدرات يا بيه؟ مخدرات ايه؟ عيب يا مرسي، انا بتاع كده برضو. المخدرات دي سموم. قصدي حضرتك اننا هنتاجر يعني؟ عليك نور، نتاجر. في الاول هجربك تشيل شنطة بنك نوت أجنبي دولارات على استرليني على غيرها، توديهم هنا ولا هناك؟ ما تقولي بيه؟ لا مؤاخذة أنا مش فاهم حاجة. دولارات زيها زي الدولارات. صحيح مش هي، إنما ما بتفرقهاش عن اللي هي. المقصود بنسهل الخلق الشغل. مزيفة يعني؟ يا سيدي افرض هي كانت فلوسنا ولا فلوس أبونا؟ بقول إيه؟ ما تخليها حلوه كده وتعفيني انا من الشغلانه دي. اعفيك؟ انا ماليش دعوه بالحكايه دي، ده انا راجل غلبان وعلى قد حالي. بكسب اللي بكسبه من عرقي ومن شقايا، بس برضه ان شاء الله هتدق معايا وهقب وهبقى كويس. عمرك بعدين هتفضل طول عمرك ميكانيكي عربيات قديمه في حاره سد. لو كانت عايزه تدق معاك كانت دقت من زمان. جمد قلبك، بقول لك الدنيا دي فرص. أنا إذنك يا بيه. طب بلاش تستعجل، فكر. أنا مفكر جاهز. أنت حر. على كل حال لو عوزتني هتلاقيني. على فين؟ هيرجع تاني. أنا متأكد إنه هيرجع تاني. ودلوقتي هتشوفي مامتك وتطمني عليها وتديها العنوان، وقت ما تحب تيجي تزورك تيجي. اهلا وسهلا. وانما انا خايفه يا ست كاتي. خايفه ليه؟ احنا متفقين على وقت مش ممكن تقعدي يبقى موجود فيه. وبعدين انا هستناكي تحت في التاكسي.
وخايفه ليه؟ ربنا يستر. استا مرسي بص ده انت في التاكسي. جمد قلبك. دندش في حاجة؟ عاش من شافك يا دندش. عشت دندش. أنا عايزك في كلمتين. لا مؤاخذة مستعجلة. دول كلمتين مهمين. يا أخويا سيبني بقى. كلمتين بخصوص والدتك. مالها والدتك؟ والدتك مالها؟ تعيش انت. ربنا ينتقم منه. نهاية هتعملي ايه يا بنتي؟ ربنا يرحمك. انتي احسن دلوقتي يا حبيبتي. بسم الله. طب يلا الله. ما انتوا قاعدين شويه. لا معلش كتر خيرك. طيب ما تخلي دندش معانا هنا. دي هتبقى في عينينا. حد يسيب بنته؟ اصل هو في موضوع مهم قوي بس مش وقته بقى. ظروف تانيه تكون احسن من كده. اي حاجه عايزها تعالى البيت. طيب حضرتك تديني العنوان. ما انا هديهولك. مش انت لازم معانا توصلنا. طيب اتفضل. أم مرتي. نعم يا بنتي. الله يخليك. شقري على اخواتي. من عينيا يا بنتي. من عينيا. راجل صاحب الليل اهو. يا اهلا وسهلا يا سكوع. اهلا بيك يا سعاده البيت. انا عايز منك خدمه مش هنساها لك. امر يا سعاده البيت. وكله بحسابه. اصل انا احب قوي المال اللي يقول يا بخت من نفع واستنفع. وانا كمان احب المثل ده قوي يا سعاده البيت. افهم ونفهم. الله ده مفرش جني. ذوقك حلو قوي. متشكره يا ست كاتينه البركه فيك. وانا عملت حاجه؟ ايديك الحلوه هي اللي شغلاها. ايه مش انت اللي معلماني؟ الخير. اهلا وسهلا. حضرتك مش فاكراني ولا ايه؟ طبعا طبعا انت. انا مرسي. اتفضل يا مرسي. ازيك يا دندش؟ ازيك انت؟ اتفضل اقعد. الحقيقه احنا عشنا مده طويله في قلق بسبب غياب دندش. يا للدرجه دي؟ اصل قيمتها كبيره قوي عندنا. بس انا بقى اللي حظي طلع مش ولا بد. امي راحت تخطبها في نفس اليوم اللي هربت فيه من عذاب الجدع ده اللي اسمه جوع. نهايته بقى. اعمل لنا شاي يا دندش ولا تشرب حاجه ساقعه. اي حاجه. بقول يا ريت يبقى لي نصيب وحضرتك بتشتغل ايه؟ ميكانيكي. لا 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 الحمد لله انا بكسب كويس قوي 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 قوي. دندش بنت كويسه قوي يتمناها اي واحد. انا بقى عندي محل العربيات في سد الشارع. ما هو انا كمان ما اقدرش ادي دندش لواحد هفيه. مش اسمها هفيه برضو؟ هي هفيه بس بقى لا مؤاخذه يعني احنا ناس كويسين قوي 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 قوي. غير كده بقى انا قلبي بيعزها قوي. وافتكر يعني انها بتبادلني نفس الشعور ولو انها ما قالتليش حاجه. يا مرسي اديني فرصة. سكندة ايه؟ وانا اللي كنت متوربش عليك. تاني خلاص. نام بقى نام. متابع جاي جارية راميني بين اربع حيطان واخري متابع جاي لي وش الفجر سكران. وانتوا ما فيش بقكم غير كلمة جارية بين اربع حيطان. غصب عني يا دندش. هو في راجل يقول غصب عني؟ يعني انا مش راجل؟ اهو كده تبقى مش راجل. طب غصب. أنا آسف يا دندش. حقك عليا.
يا مرسي. مالك؟ مش رايق يعني. اهو مفيش مزاج. كنت عايز اروح. تروح ايه يا راجل واحنا لسه قعدنا؟ انت مش عامل حساب زعل ليه يا مرسي؟ مين قال كده بس يا بيه؟ انا اقدر. يا مرسي انا راجل ليه افضل عليك كتير قوي. فرق كبير بين الميكانيك التعبان والقبعه اللي انت فيها دي. لازمته ايه بقى الكلام ده بقى بيه؟ اصلك ما بتسمعش كلامي. وانا ما احبش اللي ما يسمعش كلامي. اقول لك تسهر يعني تسهر. وثانيا وده الاهم، انا راجل احب الم حواليا رجاله بتوعي زي هارون الرشيد. احب اللي يقولوا عليها العزوه. عزوه؟ قدره بقى، افتره، منظره. بس انا بقول لك ايه يعني الجماعه في البيت؟ يعني هترجع تقول للجماعه والبيت؟ خدها مني كلمة حكمة، الستات دي ما عجبهاش العجب. بالك انت لو ولعت صوابعك العشرة سامع برضه مش هتعجب. ما تخليش الحريم يتمكنوا منك لحسن يركبوك ويدلدلوا رجليهم. يا بيه لا يا بيه، انا الست اللي عندي بنت حلال ومن كسرى، بس ايه يعني زعلان ان انا بتاخر في الشغل. خلاص يا سيدي، انا هصالحكم واروق الحال بينكم. كتر خيرك يا بيه، ملوش لزوم التعب. تعب ايه يا راجل؟ انا بكره معزوم عندك على غدا، وسيب الباقي عليا انا بقى. اهلا 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 بيك يا مرسي. الله الله، ايه ده كله في ايه ده بس؟ ايه ده كله؟ ده انت مغرقنا بخيرك يا سيدي. زياده الخير خيرين. اتفضل بيه. اتفضل. على طول كده؟ ده احنا متجهزين من بدري قوي يا بيه. ايه الاكل ده كله يا مرسي؟ اتفضل خيرك يا بيه. امال فين الست؟ الست بيه هتاكل لوحديها جوه. ليه؟ ليه؟ ما انت عارف يا بيه ان الستات بتكسروا. وانا مش واكل. ازاي بس؟ وانا ما يخلصنيش يا مرسي ان احلم ست من جوزها. اجي انا كده زي العزول؟ بالعكس يا بيه بالعكس. مش ممكن. ناكل كلنا سوا. خلاص. ايوه كده يا مرسي. تعالى يا دندش كل معانا. ما تخليني براحتي هنا. اعمل ايه؟ الراجل محكم رايه ما ياكلش لومه اللي جيتي قعدتي معانا. يا بابا. تعالى. سعيدة يا بيه. انت مكذوبة مني ولا ايه؟ مرسي ده حتة مني له معزة كبيرة قوي عندي. وانت مراته، يبقى معزتك من معزته. ولا ايه يا مرسي؟ مظبوطة بيه. ايه بقى حكاية الزعل اللي بينكم؟ اصل مرسي ما بيخبيش علي حاجة ابدا. وعلى كل حال انا مش عاوزك تزعلي، واي تقصير يقصره مرسي في حقك انا موجود. لا مفيش حاجة. اصلها بصراحة بيه متضايقة من حكاية السهر بره. ده شغل. وانا ما اقدرش اقول حاجة في الشغل. السهر برضه جزء من الشغل. طبعا لازم نسهر مع ده ونتكلم مع ده ونتناقش مع ده. التجارة تحب التواجد. سوق بقى. طبعا. مع ذلك إذا كان عندك رأي تاني مفيش مانع. يعني بقول إن كان ولا بد تعالوا اسهروا هنا. لا لا لا، يسهروا هنا إزاي؟ ليه لا؟ أصلهم بصراحة بيشربوا وحاجات زي كده. نستحملهم يا سيد. وادي انتوا لوحدكم وانا لوحدي في اوضتي. بس يعني ما اوضتي. مش معقول افضل لوحدي ليل ونهار، اهو يبقى فيه وانا. يا سلام، اهو كده الكلام. الست عاقله، عاقله قوي. وبكده ما تزعلش الست ويمشي شغلنا. حياتك يا مرسي، في ازازه كونياك في العربيه. ابعت حد يجيبها. يمكن الواحد يحب يسيح اللقمة. هبعت مين بس؟ هنزل انا اجيبها. هتعبك معايا لكن مادام هنقعد نبقى نقعد. طيب ثانية. يا بخت مرسي،
يوم بيشرب من الشاي ده طعمه يجنن وعينيه تهوس. نعم سكره تمام. حكيم انا احب الحاجه الحلوه قوي واسعلها بصراحه كده عليك الشاي عمري ما شفته على واحده غيرك. اعتبر البيت بيتي. الواحد لما يجيله ضيف يستنى لما هو اللي يفتح له الموضوع.
هو في حاجة حصلت؟ لا 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 أبدا ما تتقضيش. شوفي بقى يا ستي، جوزك ده حبيبي أنا اللي مهيأه، اللي شايفاه عليه ده كله من خير. كان في الأول صنايع على باب الله، إنما دلوقتي بقى فين؟ دي كلها حاجتي أنا. العز ده كله بالكيان. برضه مش فاهمة حاجة. الحقيقة من يوم ما شفتك في الفرح اتخذت، قلت يا خلق الله بقى في الدنيا حلاوة بالشكل ده؟ ولمين الحلاوة دي كلها؟ للصبي من صبياني؟ دي تبقى الدنيا اتقلبت يا مدبولي ليه. وبيني وبيني، من ساعة ما قلت تعالى اسهر هنا قلت ده من قلب للقلب رسول. في الكلام اللي انت بتقوله ده ايه؟ انا قلت حاجة غلط لا سمح الله؟ مش عيب اما تتهجم على بيت راجل في غيابه؟ بس انا مش غريب. لا غريب، وبتقول كلام فارغ كمان. ده كلام فارغ؟ ده هو ده الكلام المليان. ما تخافش من حاجة، انا موزع مرسي ومش هيجي قبل تلات ايام. وعلى البلاطة كده، انا اول ما شفتك اتشبهت. حلاوتك دي انا ما اقدرش عليها، والتقلب مش هملنا. وانا من ساعة ما شفتك حسيت انك واطي، بس ما حبيتش اعمل مشاكل بينك وبين جوزك. مش اطلع برا. ده انا البيه الكبير، ده انا اقدر اقضمكم واخليكم تشحنوا. ده انا اللي مكسبكم من الهوا، مكسبكم من مفيش. اصحي. شرفه. حلوه قوي دي. وامرت ايه؟ انت هتطلعي لي فيها؟ طب بصراحه كده، جوزك متجوزك علشان من اجل عيوني. طمنيني بقول لك، حط بطنك بطيخه صيفي. الراجل عارف وراضي، ولا هو راضي ولا راضي. الجميل ليه مش راضي؟ عشان اطمنك خالص هتاكد لك. الو مرسي، انا البيه مدبولي، انا هنا في شقتك. مرسي مين يا سعاده البيه؟ انا خليل. لا ما انا عارف، انت هتقول لي طبعا البيت بيتي. تشكر يا مرسي. روح انت شوف شغلك بقى، وتعالى بعد ثلاث ايام زي ما اتفقنا. ها؟ على حسب مزاج الجميل. لحظه واحده يا مرسي، بتكلميه؟ برا برا يا سفلة. أنا محبش أطلب الطلب مرتين، بس هدفعك الثمن غالي. برا برا أوديكم تاني، أوديكم افتح المحضر يا ابراهيم. الفلوس دي ايه حكايتها؟ الفلوس دي مش نظيفه يا مرسي. لحظه واحده يا مرسي، تحبي تكلميه؟ واقفل المحضر في تاريخه حيث كانت الساعه. اطلب لي مكتب مكافحة تزييف النقود باسكندرية ووصلني بيه.
انا ساعدوني ومعايا اخواتك. اخواتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا ابوهم بعد عنك نقلوه ما بين الحياه والموت. وقلنا العيال الغلابه دول ما لهمش حد غيرك. الله، امال فين سمرش؟ حصل له حاجه لا سمح الله؟ لا ابدا مفيش. على كل حال مفيش حد له حاجه عندك. انت عندك مؤهلات تعبت لك الشهد انت والعيال الغلابه دول اللي ما لهمش حد غيرك. وانا عاوزت اي خدمه انا في الخدمه. اقول سلام. النور خلينا نام خلينا نام. الساعة دقت واحدة تمام الساعة دقت واحدة تمام. النور خلينا نام خلينا نام الساعة دقت واحدة تمام الساعة دقت واحدة تمام. النوم بيحلى وتعيني وحدي مع الأوهام الساعة دقت واحدة تمام. تلاقيك ميت من الجوع. قول لي يا عم جيد. نعم يا استاذ مرسي.
ازاي امي وازاي دندش؟ امك بخير والحمد لله، مش مضايقها طبعا غير اللي حصل لك. وازاي دندش؟ دندش حصل لها حاجه عم جيد؟ ما حصل لهاش، بخير الحمد لله. انت عارف ان انا ما اقدرش اهوب يمه بيتها ولا اروح عند امي، الحته كلها متراقبه. يا عم انت، يا عم انت فكر في نفسك، الستات ما بيعبروش حد، مالهمش غير اللي قدامهم. لا يا عبد الجيد، الا دندش. دندش دي بنت حلال قوي، انا اللي ما استاهلهاش. يا ترى دي هتعيش ازاي ولا هتاكل منين؟ ذنبها ايه المسكينه ضيعتها معايا؟ انا عايزك تروح لها وتقول لها اني مرسي. اروح لمين وضيعت مين؟ ده هي اللي ضيعتك اصلا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده اصلا، هي اللي بلغت عنك. انت بتخرف يالا. مش بخرف يا اسطى. الله، هي دي الحقيقه. جبت كلام الفلس ده منين؟ ما جبتش. الله، في حاجه بتتدار يا اسطى. كل الحاره عرفت ان هي اللي بلغت عنك انت ومدبولي بتاعك. طب ليه؟ ليه السبب؟ انا ما عملتلهاش حاجه وحشه. ناس بتقول ان مدبولي اتهجم عليها في البيت، وان ده بعلمك. بتقول ايه؟ هو اللي قالها كده. حملها الند كلهم انت اللي انبعت. لا، دندش مظلومه. انت لسه هتقول لي دندش مظلومه؟ اخرس، انت ما تعرفش حاجه يا عم جيل. اللي زي مدبولي يعمل العن من كده. قبض عليه؟ لا، قدر يزوغ منهم لما حس انهم هيقبضوا عليك، بس مسكوا المطبعه والفلوس المزيفه وشمعوا الوكاله. هما دلوقتي مش عارفين مكانه فين. بس انا بقى اللي اعرف ميزانيه كويس، وهعرف اجيبه، وهعرف ازاي انتقم منه. اهلا بيك يا سيد المعلمين. جبت الطلبات؟ واجب. مرسي، انا كنت عارف انك هتقولي. واقف لي يا مرسي. اتفضل اتفضل. علشان هنداوي احنا اكتشفنا انه ما ماتش. رافع مسدسك ليه؟ مش عيب؟ انا عايز اسالك سؤال. اوي اوي، تحت امرك. لما يكون فيها راجل ند جاب دماغك وحط رجليك في الخاليه ولعب عليك لعبه حقيره، تعمل فيه ايه؟ أسلم أمري لله أنني غلطان. كان عندي عقل، وكل واحد في عقل،
يعرف خلاص. ولما الراجل الندل ده يدخل بيتك ويحاول يعتدي على شرفك تعمل فيه ايه؟ لا مبداش، ده انا اشرب من دمه واخد فيه مربى. ست جندش عبد المجيد. عايز ايه يا عبد المجيد؟ أنا جاي لك من عند الأستا مرسي وجايب لك الجواب ده. مرسي سلم عليك كتير وبتمنى لك كل خير. هو الوقت في المستشفى بين الحياة والموت. بين الحياة والموت. ما عرف إن الراجل الوقت اللي اسمه مدبولي ده عمل عمليته السودة من ورا ظهره، حاول يقتله، جت فيه رصاصة دخلوه المستشفى بين الحياة والموت. قال لي اديلها الجواب ده قبل ما يبعت لك ورقة الطلاق عشان تبقى حرة نفسك. دندش سامحيني يا دندش. عبد المجيد فهمني على كل حاجة. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا مرسي. أنا لسه قدامي وقت طويل. أتمنى لك يا مرسي.